بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله فطيرة الفراخ. عندنا كوباية دقيق، هنحط عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وهنقلب كويس، وهنضيف 3 كوباية مية، وهنعجن كويس. وعجننا العجينة حوالي 10 دقايق وبقت معانا بالقوام ده، ما بتلزقش خالص في الايد، وهنغطيها ونسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. ولحد ما العجينة ترتاح معانا هنبدأ نعمل الحشو بتاع الفطيرة. عندنا 1/4 كيلو صدور فراخ هنقطعه مكعبات صغيرة، وعندنا طاسة على نار عالية هنحط فيها 2 كبار زيت، ولما الزيت يدخل معانا هنحط قطع الفراخ، وهنضيف بصلة متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، وجزرة صغيرة متقطعة برضو مكعبات صغيرة، وقرن فلفل متقطع صغير، وهنضيف الملح والفلفل، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة زعتر ناشف، وهنقلب كويس. بعد كده هنضيف 2 فصين ثوم مفرومين وهنقلبهم لحد ما الريحة بتاعتهم تظهر. بعد كده هنضيف معلقة صغيرة خل وهنقلب كويس، وهنشيل الحشو من على النار. خلاص كده بقى جاهز معانا. بعد كده هنرش الرخامة بالدقيق، وهنحط العجينة وهنرشها رشة خفيفة بالدقيق، وهنبدأ نفرد العجينة بالنشابة بارتفاع أقل من 0.5 سنتي. وفردنا العجينة بالسمك ده على شكل مربع، وهنحط العجينة في صاج فرشين فيه ورق زبدة ودهنينه بالزيت خفيف، وهنخلي نص العجينة بره الصاج بالشكل ده. بعد كده هنحط الحشو في العجينة ونخلي بالنا ان احنا نسيب الأطراف فاضية. بعد كده هنكسر على الحشو بيضتين وهنوزعهم كويس عليه، والبيض ده بعد كده هيخلي الحشو معانا متماسك لما الفطيرة تستوي. بعد كده هندهن حروف الفطيرة كويس بالمية، وهنقفل العجينة على بعضها وهنقفلها كويس من الحروف. وبعد ما نقفلها كويس هندهن الوش خفيف بالزيت، وهنعمل فيه فتحات بالشوكة عشان البخار، وهنسخن الفرن على درجة حرارة 220 وهندخلها على الرف اللي تحت. وخلاص كده الفطيرة استوت معانا، وهتاخد معانا في الفرن حوالي 1/3 ساعة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا.